أنا هيفا أنا من غيري أنا أنا هيفا أنا من غيري مين أنا هيفا أنا مين رورو رورو وقت الموسيقى بيي بابي وينك؟ أنا هون بس هيدي روحي اللي ظهرت ايه بابي شفتك بابي شو جاي تعمل من الاخر لهون بك شي؟ لا ما بدي شي بس جاي تشوف اذا عرفتوا مين اللي قتلني لا ما عرفنا بابي والقصة بعدها بالمحكمة طول بالك وصارت المحكمة يا بني بدها تاخد وقتك يا بابي طول بالك طيب خاطرك طول بالك يا بابي بدها تاخد وقتها ولو امرنا لله بخاطرك اتشخبت لخبط لخبط مسك الالوان ورسم هالحيل شخبط فوز البابا خلي البابا خلي مني صح لما مستنى شوف السنة البابا بحب ماما خليني مهنيني رورو رورو وصارت المحكمة بيي عرفتوا شي مين قتلني طول بالك يا بابي نتفاي طول بالي بعد صار له 15 سنة وما فيش بوادر فرج ولو بخاطرك بتكابد أقول أنساك تراضيني أروح وياك للأول رورو بيي خبرية حلوة أنا عرفت مين قتلني عن جد؟ كيف عرفت بابي؟ مع إنه المحكمة بعد ما عملت شيء إيش بدي بالمحكمة؟ هيدا اللي قتلني ختيار ومات وأول ما وصل على الآخرة شافني وعرفني وقال لي هو هو أنا اللي قتلتك من 50 سنة كنت بجنينة رورو بيي روح على المحكمة وقلن أبقش يتعذبوا عرفنا القاتل